السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية امتحانات الدور الثاني 2023. السؤال بالبداية قواعد اللغة العربية. السؤال الأول، فرع ألف، بغداد عاصمة العراق، يجري دجلة فيها ويعيش أهلها بسلام على مر الزمن. يقول ما تحته خط معارف، بين نوع ثلاث منها. خلينا نشوف الجواب. الجواب بغداد اسم علم مكان، عاصمة معرف بالإضافة، دجلة اسم علم نهر، الزمن معرف بألف. نجي فرع باء. اختر الجواب الصحيح لكل كلمة تحتها خط من كلمات التي بين الأقواس، كأن حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه، يفيد التشبيه. ثانيا، صبرت صبرا جميلا، مفعول مطلق لبيان نوع الفعل، الجواب لبيان نوع الفعل. علامة رفع الفعل المضارع الصحيح هو الضمة، هو الضمة. يحب الله المحسنين، مفعول به، الجواب مفعول به. لا تقصر في أداء الواجب، هنا لا ناحية، لا ناحية. نجي على فرع جي. يقول احذف أن وأخواتها لإحدى الجملتين وغير ما يلزم تغييره، إن العلم أمان من الفقر، الجواب راح يصير العلم أمان من الفقر. ليت الصديقين مخلصان، تقول الصديقان مخلصان. السؤال الثاني فرع ألف، ابني فعل إحدى الجملتين، المجهول وضبط الفاعل ونائب الفاعل بالشكل، يحفظ الشرطي الأمن، يصير يحفظ الأمن. نجي هنا، زرع الفلاح الأرض، يصير زرعت الأرض، الأرض زرعت الأرض. نجي على فرع باء، يقول اعرب إحدى الجملتين إعرابا مفصلا، العراق وطن الأحرار، العراق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وطن خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والأحرار المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نجي هنا، تحتز المعلمات بالمجدات، تحتز فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، المعلمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، بالمجدات الباء حرف جر، ومجدات اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة. نجي هنا، يقول مثل لما يأتي بجملة مفيدة، فعل مضارع مجزوم بلم، الجواب لم يكتب الطالب الدرس، فاعل جمع مذكر سالم، شارك المهندسون في المؤتمر، فعل من أخوات كان يفيد النفي، ليست الشجرة مثمرة، أو أي شيء تأخذ ترعب كيف. هات الأفعال الخمسة لإحدى الفعلين، يكتب وتساعد، يكتب، يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبين، تساعد، يساعدان، تساعدان، يساعدون، تساعدون، تساعدين. نجي على يقول عين الفاعل في إحدى الجملتين الآتيتين وبين علامة إعرابه والسبب. هنا احنا علامة إعرابه والسبب قاليها، الأول شيء مسلمون علامة إعراب الواو، السبب لأنه جمع مذكر سالم، الفلاحان الألف لأنه مثنى، الجملة هي يصوم المسلمون شهر رمضان واستعد الفلاحان لزراعة الأرض. يقول ضع أداة نصب للفعل المضارع واضبطه بالشكل، أول وحدة لن، نختار لن يحترم الناس الغشاش، لن يحترم الناس الغشاش، والثانية راح نختار أن، يجب عليك أن تطيع والديك، يجب عليك أن تطيع والديك، ذني أدوات النصب. يجي على فرع دال، يقول أدخل كان أو إحدى أخواتها لإحدى الجملتين وغير ما يلزم تغييره، النظافة صحة للجسم، الجواب أصبحت النظافة صحة للجسم، بينما بالجملة الثانية الرياضيون نشيطون، نقول كان الرياضيون نشيطين، يقول تغيير اللي سويناه. نجي على السؤال المحفوظات، يقول أجب عن نقطة واحدة فقط، اكتب أربعة أبيات من قصيدة أنا إنسان واذكر اسم الشاعر، اسم الشاعر هو محمد جبار محسن،
أنا إنسان، أنا إنسان، أحلم أن أحيا بأمان في وطن يزهو بالحب زهو عصافير البستان. ما دامت أحضان بلادي أدفأ من كل الأحضان، وكرامة شعبي زاهية كالورد بأحلى الألوان. الثانية أكتب من وصية أمير المؤمنين عليه علي بن أبي طالب عليه لابنه الحسن عليه السلام: يا بني إلى أن يحسن إليك، إليك وليس يحسن إليك. هنا أكو خطأ مطبعي. نجي وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابن الحسن عليهما السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، واحسن كما تحب أن يحسن إليك. نجي الإنشاء. بالنسبة للإنشاء والتعبير، قال الشاعر: عشق هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم، علمنا رمز وحدتنا واستقلالنا، ونصاحب الأخيار ونتجنب صحبة الأشرار. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.